طب انا هقول لك انت ليه قلت الكلام ده. ليه؟ نزلوا الفيديو. لاني كنت قاعد بتفرج ومستمتع. على ايه بقى مستمتع؟ هقول لك على ايه مستمتع. اولا حاجه حلوه انت تركب الترند. يا سلام، حد طيب والله يعني صدقا يعني لم اسعى اليه، لكن لما الناس تقول لك ان انت راكب الترند يومين ورا بعض ولا ثلاث ايام ورا بعض، دي حاجه تسعد، حاجه كويسه. أكيد. تمام، حتى لو الناس مختلفه او متفقه مش مهم، بس في النهايه ترند. صحيح، مختلفه او متفقه مش مهم، يعني بعد العمر ده كله والشهره دي كلها انت لسه محتاج تركب ترند؟ لا مش محتاج، بس ولو بهجوم الناس وناس مختلفه، ما ده كلامك ما تقوليش. صح، خدت بالك من الجمله اللي قبليها انه صدقا والله لم اسعى اليه؟ سمعت الجمله دي؟ ايوه، بس لما يجي لك اسبوع سايب الناس تتكلم ومبسوط وسعيد، هو لما يجي لك الخير انت مبسوط بقى؟ طبعا لما يجي لك الخير ارفصه، على راي الخمير يعني. ربنا سألك ترند وقاعده تتفرجي والترند عمال يكبر ويعلى. هو يعني عايزه اعرف، هو في خير بشتيمه؟ في خير بكل حاجه. اه والله اختلف معاك. لا بالعكس، يعني انت بالنسبه لك حتى الشتيمه حلوه. حتى الشتيمه خير، عارفه ليه؟ اقول لك وجهه نظري. اه طبعا فكره الشتيمه طبعا مش حلوه بصفه عامه، بس فكره ان حد اهتم والحد ده بقى كتير، ده معناها ان انت ليك وجود مؤثر. لو انت بتقول كلام عبيط بس انت مش مؤثر ومالكش وجود، حدش حتى يفكر يشتمك. انت فرقت ايه يا تامر عن اللي بيطلعوا فضايح على نفسهم؟ فرقت ايه ان انا ما عملتش فضايح على نفسي؟ لا، فرقت ايه انهم ان هم مبسوطين بالشتيمه؟ لا، في ناس بتطلع تعمل حاجات زي كده. لا، انا بتكلم عن الاعلام الكبير المحترم تامر امين. مزبوط. مش بتكلم على اي واحده من الناس الصغيره اللي يعني. مليون في الميه كلامك مظبوط، بس في النهايه انت راجل تقيل بجد. أي يعني مش جمله يعني، انت اعلامي تقيل. ربنا يكرمك. لما انما يشتموك اسبوع انت مبسوط؟ على فكره انا مبسوط من الحاله مش بالشتيمه. عمرك ما هي الحاله شتيمه. لا بالعكس، محدش كان بيشكر فيك ولا حد كان بيدافع عنك. ثانية واحدة، لا بالعكس، ده في ناس ابتدت تخش في الآراء الفقهية، والناس ابتدت تخش وتجيب إنه في تجارب في دول مش عارف إيه بتاكل خيول بس مش عارف إيه، وبتاكل كذا ومش تاكل. هو ثانية واحدة، مش في كوريا كانوا بيهاجموك؟ ما يهاجموا. على فكرة أنا لما بقول كلامي، وأنت عارفة المبدأي ده من سنين طويلة قوي قوي، أنا آخر مذيع في الدنيا يقول كلام عشان يجيب تسقيف، ما بعملهاش. انا بقول كلام اللي مقتنع انه متوافق مع شغلي. مش حاسه كده، مش حاسه. رايك واحترمه، بس في النهايه انت عايز تجيب ترند. حاسه كده على فكره، حتى لو اتفقت مع كلامك. انت بتقول انا مبسوط. ما انا بقول لك اهو، حتى لو اتفقت على كلامك مش عيب. اه يعني بحث عن الترند في زمن الترندات وزمن السوشيال. احبك وانت بتعترف بقى. طبعا اعترف، يلا بقى. ابقى مجنون لو حلو ده. ان اي مذيع في مصر دلوقتي، مصر، وهو بيشتغل لا يفكر في الترند، ابقى كذاب. واي حد يجي هاتيه في وشي احط عليه. لا يعني ممكن يكون بيفكر في شغله وفي الترند، وشغله الترند. هو اللي بيجيب الترند. الترند وفي نوعيه بتعمل زي ما انت بتقول. طبعا طبعا، بس مش تامر امين. آه عندك حق، بس انا بقول لك اذا كنت هتصدقيني في نوايا الصادقه وقتها وانا بعملها. منهم خلاص يا تيم. اه لا ماشي. انت بقيت في الليسته دي خلاص. ماشي، الباحثين على الترند. عشان كده روح بقى للي بعده. روح بقى اللي بعده بقى. ممكن نتفرج على الشعراء وهو بيقول دعاء. اه كل مذيعين طب بتشوفوه في مذيعين زي مين؟ زي مثلا كنا متابعين واحد وطلع غلط في الصعيد بطلنا نتابعه. مين؟ تامر غنم. بيقولوا ان انت خسرت الصعيده بسبب سعيك لترند جديد. لا دي ما كانش فيها ترند خالص خالص بجد. دي ما كانش فيها ترند خالص. كانت زله لسان؟ كانت زله لسان في سوء اختيار الكلمات. اه وانت لو تفتكر يعني انا اعتذرت حوالي 3 مرات. اه اعتذرت ليه؟ لانه رغم ان الناس بعد كده عرفت صدق نواياه وان انا عمري ما قصدت. عرفوا ازاي؟ عرفوا اولا بالتوضيح اللي انا قلته اكتر من مره. رقم 2 عرفوا بحكم المحكمه اللي طلع 4 مرات. طب بص يعني زلت لسان ولا جلت منك خددك جلاله الهوى؟ لا مفيش جلاله هوا هنا، هنا زلت لسان في انه. لا انت قلت جمل كتيره. طب هقول لك بس حاجه. مو انا مش عايز اعيدها. لا مش مهم نعيدها. مش عايزين. طيب انا بقول لك اهو بمنتهى البساطه،
المعنى ممكن تقوليه بشكل يعدي والناس تستقبله عادي، وهو نفس المعنى ممكن تقوليه بشكل يبدو ان فيه اساءة. المعنى اللي انا قلته بالشكل اللي انا قلته اساء للناس، عشان كده ما كانش عندي ادنى مشكله ان انا اقول لهم حقكم على راسي، جذبتكم على راسي، ومفيش مجنون يعادي اهله وحبايبه في الصعيد. خفت وقتها على مستقبلك الاعلامي؟ لا، مش خفت على مستقبلي الاعلامي، لانه انا عارف في تم وقفك وكان في قضايا وكان موضوع صعب حقيقي. يعني انت اكتر واحده معشراني. انا حتى ساعتها كنت والله يعني زعلانه عشانك. انت اكتر واحده معشراني، لان انا عارفه انت بتحب بلدك قد ايه، وعارفه انه ياما دقت على الراس طبول. فانا شفت كتير في مجال الاعلامي اكتر من 25 27 سنه اعلام. فخلاص فكره المستقبل الاعلامي دي، اولا الواحد عمله مش لسه هيعمله. يعني انا لو توقفت النهارده، ما انا بقول لك اهو، بس ما هو محسسني انك طالع على المعاش. هو الحقيقه انت شعرك ابيض بس ما عندكش 70 سنه، بس قربنا من السن ده. يعني ده اختياري ولا اجباري؟ لا لا مش قصدي، يعني انا عن نفسي بفكر اعتزل السنه الجايه. طيب شوفي مثلا انا تعبت. طيب لما بس ما هو بتعتزل السنه الجايه، شغلانه بقت صعبه، لما تعتزل السنه الجايه مش هيبقى فيه تانيش اسمه بس ما يا رب، حتى لو ما اشتغلتيش بعد كده. خلاص، فهي الفكره ان في ناس تاريخهم وراهم مش قدامهم. بس احنا مش بنشتغل علشان نعمل تاريخ، احنا بنشتغل علشان ان احنا يعني نطلع الطاقة الإيجابية بتاعتنا، نطلعها للناس ونساعد الناس والمشاهدين، وان احنا نفيدهم، وانه حاجات كتير قوي. بس هو ده بقى اللي بيعمل لنا التاريخ. بس خلاص انا بشتغل، انا بقول لك اهو تصريح واعتراف، انا تامر امين بشتغل عشان اعمل تاريخ لنفسي.